قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما معنى خالصا من قلبه؟ يعني مؤمنا بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، يعني لا معبود ولا توجه ولا اتجاه إلا إلى الله وحده. وهذا صحيح يا إخواني، التوجه إلى غير الله يعتبر من الخطأ، يعتبر من الزلل، يعتبر من الهوس العقلي. فكيف تتجه إلى من هو مثلك في الحاجة أو أقل منك؟ هذا الحج العظيم من أعظم العبادات. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما عليه من الذنوب والخطايا شيء أبد إذا تقبل الله سبحانه وتعالى ذلك منه. لكن متى يتقبل الله منه ذلك؟ إذا كان عمله خالصا لله، لا يدعو غير الله ولا يتوكل على غير الله ولا يطمئن إلا الله ولا يلجأ إلا إلى الله. هو سبحانه وتعالى وكيله وحسيبه وكافيه، وهو سبحانه وتعالى القادر على ما يسعده. حينما يا إخواني يكون منا في حجنا وفي جميع عباداتنا توجه إلى الله وإخلاص عبادة لله. العلماء رحمهم الله وهم يتحدثون عن قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح لا بد أن يكون حينما تعمل لله لا بد أن يكون عملك صالحا. كيف يكون صالحا؟ العمل الصالح هو ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى، لا شريك له فيه، لا في عبادته، لا في صلواته، ولا في زكواته وصدقاته، ولا في صيامه، ولا في شهادة أن لا إله إلا الله وحده. هذه الشهادة العظيمة التي من شهدها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما معنى خالصا من قلبه؟ يعني مؤمنا بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، يعني لا معبود ولا توجه ولا اتجاه إلا إلى الله وحده. وهذا صحيح يا إخواني، التوجه إلى غير الله يعتبر من الخطأ، يعتبر من الزلل، يعتبر من الهوس العقلي. كيف تتجه إلى من هو مثلك في الحاجة أو أقل منك، وتترك من هو سبحانه وتعالى خالقك ورازقك، وهو سبحانه وتعالى القادر على نفعك، القادر على شفائك؟ فإذا معنى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح ما كان خالصا لله، وما كان الشرط الثاني وما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.